السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أدوات بتساعدني في قلب الحصر إن العناصر تتلون بألوان مختلفة عن اللون الطبيعي. يعني أنا اللون الطبيعي دوت بالماتيريال ديت، لأ أنا أقدر أخليها ألوان معينة بحيث إن أقول له إن الحواف كلها بلون وشبابيك بلون وهكذا. طيب أول حاجة بعملها بقول له شو تيك أوف، تمام؟ فبيخفي لي أي حاجة متعملهاش حصر. يعني هنا الميكانيكال مش معمول حصر، فمجرد إن أنا عملت كده الشغل بتاع الميكانيكال والإنشائي اختفى، المعماري بس هو اللي ظهر. طيب بيجيب منين اللون؟ اي عنصر بتعلم عليه وتدخل هنا في الايتم كاتالوج بيجيب لي ان اللون ده بالعنصر ده باللون دوت، فتقدر تغير اللون بتاعه للون اللي انت حابه. طيب لما نرجع هنا بلاقي عندي هنا بيقول لي انت عايز تشوف الحاجات باللون الحصر اللي مختار ولا باللون الطبيعي في الاوريجينال موديل. طيب لما تيجي اوريجينال موديل بتشوف دوت كونتيكيشن ما بيظهرش معاك دلوقتي، بيظهر امتى؟ لما تروح للفيو بوينت وتقول له انا عايز الموب بتاعي بدل ما هو ريندر، لان الريندر اعتمد على الماتيريال هخليه شديد فيبدا يظهر بالشكل دوت، تمام؟ فانت بقى حسب الحصر والالوان اللي انت عاملها تبدا تلاقي مثلا ممكن تكون عامل كل المعماري بلون والانشائي بلون والتكييف بلون وهكذا، فده يسهل عليك ان انت تشوف العناصر وتقدر تفهم الحصر بتاع المشروع عامل ازاي.